بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 148. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نحن الآن مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن النوع الثالث الذي هو ما كان معظما في الشريعة وقد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة فيزاد ما هو منكر لا أصل له. قال رحمه الله: ومن هذا الباب شهر رجب، فإنه أحد الأشهر الحرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا أنه قد يكون بعض الأشياء يعظمها الشرع في الجملة، لكنه لم يشرع فيها أشياء مخصوصة، وإنما يكون لها فضيلة في الجملة. و العبادات توقيفية لا يثبت منها إلا ما دل عليه الدليل، فنحن نثبت عظمة ما عظمه الله ورسوله من الأشهر أو من الأزمنة أو الأمكنة، ولكن لا نحدث فيها بموجب ذلك عبادات ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. ومن ذلك شهر رجب، فإن شهر رجب من الأشهر الحرم. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، بمعنى أنها يحرم فيها القتال. وهذه الأشهر هي شهر ذي القعدة، شهر شوال، شهر ذي الحجة، 3 متوالية سرد، وشهر رجب، وهو رجب الفرد، رجب الفرد لأنه وحده. فهذه أشهر حرم كانوا يعظمونها في الجاهلية، وكانوا يتجنبون القتال فيها، إلا أنهم يعملون فيها النسيء فيقدمونها ويؤخرونها على حسب رغباتهم، فالله ردها إلى ما كانت عليه وأبطل النسيء وقال: إنما النسيء زيادة في الكفر ضلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وقد اختلف العلماء بعد مجيء الإسلام هل هذا الحكم باق وهو تحريم القتال فيها أو منسوخ. الراجح والله أعلم أنه منسوخ، لأن الله أمر بقتال المشركين مطلقا إذا اقتضى الأمر ذلك وشرع القتال، فإنه لا ينظر فيه إلى زمان. أما المكان فالله جل وعلا قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. والحاصل أننا لا نحدث في شهر رجب
غير مسألة القتال، تحريم القتال فيه لأنه شهر حرام، على ما في ذلك من خلاف. أما أننا نشرع فيه أذكارا أو صلوات أو صياما أو صدقة أو ذبحا أو غير ذلك، فإن هذا من الباطل الذي لا دليل عليه، وإنما كان من أفعال الجاهلية أنهم يذبحون في شهر رجب يسمونها العقيرة، وكانوا يعظمون، كانت المبتدعة في المسلمين يعظمون أول يوم جمعة فيه، وليلة أول جمعة يصلون فيها الرغائب وغير ذلك، كل هذه من الأمور المحدثة، وما روي فيه من آثار لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قام الحافظ ابن حجر رحمه الله فألف رسالة بعنوان بيان العجب فيما ذكر أو ورد في فضل شهر رجب، وأبطلها واحدا واحدا ولم يثبت منها شيء، فلا يخص رجب بعبادة من العبادات، لا بصيام ولا بصلاة دون غيره ولا بصدقة دون غيره، وإنما هو كسائر الأشهر، إن كان له عمل متواصل في سائر الأشهر فليستمر في رجب، ومن لم يكن له عمل وإنما يحدث هذا في رجب خاصة فهذا بدعة، كل بدعة ضلالة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجب إلا هذا الحديث، أنه إذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان، وأيضا هذا الحديث فيه مقال. نعم، أحسن الله إليكم. قلت يا شيخ أن الأشهر الحرم ليس لها غير تحريم القتال وفيه اختلاف، أما غير ذلك ليس لها، ليس لها شيء تختص به دون بقية أشهر العام. وننبه بالمناسبة إلى أن إحداثات الجهلة وأهل الضلال لا تزال وتزيد الآن عندنا في هذا الوقت، ابتكروا في آخر العام الهجري ابتكروا إحداث عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، يأمرون بصيام آخر يوم، يأمرون بقيام آخر ليلة، كثرة الاستغفار في آخر العام، نعم، يهنئ بعضهم بعضا في نهاية العام الهجري وبداية العام الجديد، كل هذه أمور لا أصل لها في الدين. نعم، وخصه بشيء من العمرة رجب وغيره من الحرم، رجب فيه العمرة، في رجب فيها اختلاف، كان ابن عمر يعتمر في شهر رجب، وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يؤيد هذا ويقول إن العمرة في رجب فيها فضل، فالله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: والحديث إذا لم يعلم أنه كذب، حين ضعف الحديث، ولكن الآن المبتدعة يعظمون رجب من أجل أنهم يزعمون أن الإسراء والمعراج حصل فيه، فيعظمونه ويأتون للعمرة من أجل الإسراء والمعراج بزعمهم، هذا أمر باطل، فإنه لم يثبت وقت الإسراء والمعراج لا في رجب ولا في غيره، ولو كان في بيانه وإثباته خير لنا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل ليلا في شهر كذا ولا في وقت كذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أسري بي يوم كذا أو في شهر كذا، بل ذكر الإسراء والمعراج من باب العبرة والامتنان على العباد وإظهار المعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما تحديد هذا بيوم من رجب أو من غيره فهذا لا دليل عليه ولا يشرع فيه شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله بعد قوله في الحديث الماضي قد روي مضاعفا، قال: والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته بالفضائل أمر قريب، أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله.
هذه مسألة اهتم بها العلماء وهي الحديث الضعيف، نعم، هل يعمل به أو لا يعمل به؟ الصحيح أنه يعمل به بشروط. أولا أن يروى بصيغة التمريض، فلا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال روي عن رسول الله أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، صورة التمريض، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون العمل به في الفضائل، فضائل الأعمال التي ثبتت بأدلة أخرى، فلا يؤسس فيه حكم شرعي، وإنما يعمل به في الفضائل، ويعمل به أيضا في التخويف والترغيب والترهيب، الأمور التي ثبتت في أدلة أخرى. الأمر الثالث ألا يعلم أنه كذب، ألا يعلم أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علم أنه كذب فإنه لا يجوز روايته ولا العمل به. نعم، أحسن الله إليكم. سمعتك مرة في حديث تقول أيضا ألا يقطع أنه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرط الأول، أن يروى بصيغة التمريض. نعم، قال المؤلف رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. نعم، من روى عنه، إذا علم أن الحديث كذب فلا يجوز روايته، فمن رواه فهو كاذب كالذي اخترعه، الذي اخترعه والذي رواه وهو يعلم أنه مكذوب سواء في الإثم، لأن هذا اخترعه وكذبه وهذا روجه وظنه الناس أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: نعم، روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر، وروي غير ذلك، فاتخاذه موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، هذا هو المعروف، أن شهر رجب ليس له فضيلة خاصة، بل هو مشترك مع الأشهر الحرم في تحريم القتال، أما أنه يخص بعبادة فلا دليل على ذلك، فمن خصه بشيء من العبادات دون غيره فهو مبتدع. وإن كان روي عن بعض السلف أو عن بعض العلماء فيه فضائل، فإن هذا ما لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا عبرة به. نعم. وروى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب. رواه عن إبراهيم ابن منذر الحزامي عن داود بن عطاء: حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس بالقوي. نعم. وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله أو أن لا يقرن به شهرا آخر؟ فيه للأصحاب وجهان، ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك. نعم، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب، ولكن هذا أيضا لم يثبت، ولم يثبت لا الأمر بصومه ولا النهي عن صومه، فيبقى على الأصل أنه لا مشروعية لعبادة خاصة به دون غيره من الشهور والأيام. ومسألة أنه وردت آثار أو قيل فيها، فهذا يحتاج إلى إسناد من الكتاب والسنة. نعم، لأن العبادات توقيفية، لا يعمل بشيء منها إلا ما ثبت بالكتاب أو السنة النبوية الصحيحة في رجب وفي غيره. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: ومن هذا الباب، أي ما هو معظم في الشريعة وزيد فيه منكرات ليست منه، ليلة النصف من شعبان، فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها، وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة، ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها، كحديث إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب،
وقال لا فرق بينها وبين غيرها، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشياء أخرى. نعم. أما شهر شعبان، نعم، فقد ورد في فضل صيامه أنه يصام، لكن لا يصام كله، وإنما يصام أكثره. فصيام شيء من شعبان والإكثار من صيامه فيه فضل، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما روي أكثر صوما من شعبان، لكنه كان لا يصومه كله. وأما ليلة النصف من شعبان فمن العلماء من بالغ في تعظيمها وظن أنها هي ليلة القدر، وهي التي قال الله جل وعلا فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فظن أنها ليلة النصف من شعبان، وهذا مبالغة وخطأ، فليست ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان، وإنما ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها في العشر الأواخر، ولم يكن يتحراها في شعبان، لكن لها فضل، يقول الشيخ لها فضل بموجب ما ورد فيها من الآثار والأدلة، ففيها فضل مجمل، فيها فضل مجمل. فمن تحراها وزاد فيها بالعبادة من تلاوة أو قراءة قرآن بناء على ما ورد فيها من الفضل من دون تحديد عبادة معينة فإنه لا ينكر عليه، لا يقال إنه يعني أنه يشجع على هذا الشيء، لكن لا ينكر عليه نظرا لما ورد فيها، ولأن بعض السلف يرى أن لها فضلا في الجملة. أما أن يقال إنها هي ليلة النصف من شعبان، إنها هي ليلة القدر وأنها يشرع قيامها والدعاء فيها، وأنه يشرع صوم يوم النصف من شعبان، هذا كله لا أصل له، لا تخصيص قيام ليلة من شعبان ولا ليلة النصف من شعبان ولا صيام يوم النصف من شعبان، لم يثبت بذلك حديث، وإنما في شعبان على وجه العموم فضيلة عامة، وفي ليلة النصف منه نوع فضيلة، لكن لا يؤدي هذا إلى أن تخص هذه الليلة ويقال هي ليلة القدر التي نوه الله بشأنها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا قاله المؤلف في الموضوع القادم، قال: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. نعم، هذا على الأصل الذي ذكره الشيخ، أنه قد يأتي الشرع بتعظيم ليلة أو زمان، نعم، لكن يحدث فيه الناس من عند أنفسهم أشياء لم يشرعها الله ولا رسوله. فليلة النصف من شعبان إذا ثبت أن لها فضلا، وهو ما عليه كثير من العلماء بموجب ما ورد فيها من الآثار، فلا تخص بعبادة معينة كقيام خاص، أو يخص يوم النصف من شعبان بصيام، أو على العكس يخص بإفطار وإظهار مآكل وجعله عيدا، كل هذا من البدع المحدثة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق، فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة لم يشرع مكروه، فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.
نعم، من ذلك تخصيص هذه الليلة بالصلاة الألفية التي يجتمع لها وتضاء المساجد والطرقات وبالشموع والقناديل، ويصلى فيها ركعات صلاة جماعة وبقراءة محددة، كل هذا من البدع. أما من صلى فيها وحده وكان عادته أنه يقوم الليالي، ولكنه في هذه الليلة تحرى الفضيلة فقام فيها بناء على عادته في القيام في الليل، فهذا أمر لا بأس به من ناحيتين: من ناحية أن هذا يمشي على عادته في العبادة ولم يخص ليلة النصف، ومن ناحية أنه ورد في هذه الليلة آثار تدل على فضلها في الجملة. أما الترتيب والاجتماع في المساجد وصلاة الألفية التي يسمونها، هذه صلاة باطلة مبتدعة لا دليل عليها. نعم. قال: وما كان هكذا، أي من الآثار الضعيفة والأحاديث الموضوعة، لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه. نعم، ما دام لم يثبت دليل ولو تكاثرت الآثار، ما دام لم يصح منها شيء فلا عبرة بها. نعم. أحسن الله عليكم، أشرت جزاك الله خير ولو تكاثرت الآثار. نعم. أن الصحة غير الكثرة، وليتك تفيض فيها. نعم. أحيانا بعض المتأخرين في تصحيح الحديث يصححون لكثرة الطرقية وإن كانت كلها ضعيفة. كثرة الطرق على نوعين. نعم. طرق يقوي بعضها بعضا فيتدرج الحديث من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا لغيره، هذا لا بأس به. أما إذا كانت الطرق متساوية في الضعف فإنها لا يقوي بعضها بعضا، فالضعيف لا يقوي الضعيف. قال رحمه الله: ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها، لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو أنقص ليلتي العيد وليلة عرفة، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب. نعم، فثبوت الفضل لليلة من الليالي لا يقتضي أن يحدث فيها ما لم يشرعه الله ولا رسوله من العبادات، ولو كان هذا سائغا لصار في ليلتي العيدين. نعم. لأنهما ليلتان معظمتان في الإسلام، ولكن لم يشرع فيها الرسول صلى الله عليه فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة خاصة، صلاة خاصة، واجتماعا خاصا للعبادة. نعم. وإنما المشروع فيهما التكبير، تكبير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين، وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض، ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع. البدع فيها عجائب وغرائب. الله المستعان. فلو أن الناس تركوا على ما هم عليه لفسدت الدنيا ولفسد الدين، ولكن المسلمون مضبوطون بالأصول، الأصول الشرعية التي تردهم إلى الصواب. وكما سمعت من العجائب أنهم كانوا يصلون صلاة على صورة صلاة المغرب في بعض الليالي يسمونها صلاة بر الوالدين. الله أمر ببر الوالدين وأوجب ذلك، لكن لم يشرع الصلاة للبر الوالدين، وإنما شرع الإحسان إليهما. نعم. وبالوالدين إحسانا والتواضع لهم، وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأما الصلاة فلم نعم الدعاء مشروع، شرع الله الدعاء للوالدين، الدعاء مشروع، لكن صلاة وعلى صورة صلاة المغرب تخص للبر الوالدين، هذا كله من الكذب والافتراء. وأعجب من ذلك أنهم أحيانا يصلون صلاة الجنازة. نعم. على من؟ على الموات المسلمين، وهذا أمر مبتدع وغريب وشنيع،
لأن صلاة الجنازة معروفة في وقتها وعلى الميت أو على الغائب على الخلاف. أما أنه يصلى صلاة الجنازة في بعض الأحيان من غير جنازة ومن غير حدوث وفاة ويقال هذا على أموات المسلمين، فهذا من البدع المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والشيخ رحمه الله إنما أورد هذه الغرائب ليبين لك كيف يصل الجهل بالناس إلى هذا الحد. بل إن بعضهم، وهذا موجود الآن، أنهم إذا صلوا الجماعة في المسجد قاموا جميعا يصلون بعد سلام الإمام، ماذا يصلون؟ نفس الصلاة يعيدونها، يقولون نخشى أن الصلاة الأولى فيها خلل أو فيها نقص. يصلون الجمعة ثم يقومون يصلون ظهر في الحال، لماذا؟ ونخشى أنها ما صحت جمعتنا فنصلي بدلها الظهر. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. قبل أن نختم، لما مر ذكر صلاة الجنازة وما فيها من ابتداع، بعض الأخوة يسأل عن صلاة الجنازة أكثر مرة على الميت الواحد، كان يصل عليه في الرياض وفي بلده، مثلا يموت في الرياض حيث المستشفى فيصلى عليه هنا وينقل إلى بلد آخر فيصلى عليه، وقد يصلى عليه في المقبرة ثالثة، هل في هذا أصل؟ هذا زيادة خير للميت، هذا دعاء للميت، ولمن لم يصلي عليه صلى عليه، الذي لم يصلي عليه صلي عليه، لا بأس بذلك. وإن كان واحد يصلي مرتين، مع أحيانا يكون أبنائه. المرأة التي ماتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها ماتت ليلا ودفنوها كأنهم تقالوا شأنها ولم يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يدل على قبرها، أدلوه على قبرها فصلى عليها، فهذا فيه تكرار الصلاة على الميت. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.